متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم في محل جلال الديكور. أمي الحبيبة خالتي العزيزة خالتي مدام جدتي الحنونة عمتي الأنيقة، كما راكم تشوفوا رانا متواجدين في عالم المطبخ، العالم الكبير الواسع بالأشياء المتواجدة فيه. فيديو تاع اليوم يا أمي العزيزة راح يكون فيديو مش كل يوم، فيه أناقة متنوعة كالعادة، أشياء جديدة راح نشارككم بها يا عمتي الأنيقة. تبعوا معايا راح نشوفوا مع بعضنا الأشياء اللي وفرناها لكم جديدة. كاين أشياء قدرنا ندير لكم الأسعار، وكاين أشياء اللي ما لحقناش الوقت باش ندير لها الأسعار. تبعي معايا يا مال عزيزة، نبداو بهذه الأناقة اللي وفرناها في المحل واللي هي العصارة. العصارة اللي كان بزاف كنيون حوسوا عليها هما القواش المرة السابقة، أما اليوم متوفرة في المحل. هايليك ألمنيوم جميلة أنيقة ورائعة. هايليك تحطي غير الحتة تاعك هنايا، حبة تحطي حبة نص كيما بغيتي هكا، وتلف يا مال عزيزة يخرج لك العصير الطبيعي وتتقلشي به. هذيك يا مال عزيزة، هذا السعر تاعها 185. سيتو جدتي مليح لك الفيتامين يا أمي الحبيبة، يا جدتي الحنونة كثري من الفيتامين، كثري تشينا هاوليك، مليحة للصدرة مليحة لكل شيء. جدتي الحنونة بسعر 185، زيدوا نروحوا أناقة أخرى سبيسيال تاع العزايز. هذيك هذه الماكينة الجديدة الرائعة الطبخ العجيب أو المقلة العجيبة أو ما يسمى بفكرة من الأفكار. هذيك يا أمي الحبيبة 48. نزيدوا نروحوا نشوفوا فكرة عجيبة، شكل عجيب، يعني حلة أخرى. هاوليك قلب داروا له يذراع، وداروا له ما داروا مقلة ولا داروا ببوطة ولا إيش سميه يا أمي العزيزة سميه. هذا السعر تاعو 48. هاوليك 48000 كيما هذه كيف كيف. ها 48 تدي هذه ولا 48 تدي هذه. فيها الفرازة، شوفي الأخت فرازة هذه، يعني من اسمي من الفواكه الرائعة والجميلة والأنيقة، يعني رانا في موسم وقته على كل حال الفراز. هذا تقدري تحطي فيها في مثال الفراز، هي فرازة تحطي فيها الفراز. زيادة على ذلك يا أمي الحبيبة، هذه تقدري تدخليها في الكوشة، يعني متعددة الاستعمالات. هذه تقدري يا أمي العزيزة ديري فيها مثل طاجين الجبن أو طاجين الفرماج باللغة العربية، طبعا تقدري ديريه كيما هكا وديري لنا فكرة من أفكار دي تبدأي فيها أنتيا، تدخل في الكوشة عادي جدا. زيادة على ذلك يا أمي الحبيبة، وفرنا لك هذا البول الجميل الأنيق بالفراس، توجور في الفراس. هذا يدير 45000، وعندنا هذه يدير 48. تقدري ديري كيما هكا اونسومبل. هايلي هذا شغل ديري فيه بلا، وهذا ديري دوزيام. ها شوفي ربي يبارك، هاي فكره من الافكار، وانت ديري ديكور جديد، حله جديده. هذا ثاني يدخل في الفور، هذا ثاني يدخلوا في الفور كيما بغيتي، ديري فيه مش عارف حاجه من الافكار تاع الفور تقدري تدخليه مع عادي جدا. 45000 48. زدنا وفرنا لك هذا الاناقه المقله العجيبه تاع السيراميك اللي تدخل في الفور. ها الوان جد رائعه وجميله، اللون الوردي الجذاب، الاصفر الانيق، الاحمر الرائع، والازرق الذي له ذوق ولا اجمل. زياده ذلك اللون الزيتي المتواضع على كل حال، اللون الزيتي ديما يجي هكا شغل نية يبان لي نية خلاص اللون الزيتي بصح والله غير واعر. هذا ب 50000 هاوليك، فيه الازرق فيه الاحمر فيه الاصفر والروز. 50000 خيري واختاري ودي للدار يا امي العزيزه الغاليه. شوف يا ماني حنروح واحد الاناقه ما كان لها تزعفي عليا وتقولي لي يا ولدي وكذا وكذا، اناقه يعني ولا اجمل ولا اروع. تبعي معايا تشوف يا ماني العزيزه، نفخوا قلوبنا مع بعضنا، نروحوا مع بعضنا يا امي العزيزه المرميطه ولا اجمل ولا اروع من هذا اللون. هذه المرميطه يا ماني العزيزه تجي ملتي كولا، تتلاون ها كما راكي تشوف فيها، ها تتلاون فيها باطا مكياج شتي يعني لموا جميع باطا مكياج لموها وخرجوا الالوان هذه الجميله اللي تتلاون هكا. ربي يبارك ما شاء الله. امي الحبيبه هذه جايه الذرعين تاعها دوري، جايه هنايا فيها سفيفه دوري، ركزوا لي على هذه باش نقول لكم على واه قلت لكم فيها سفيفه دوري. هذه جايه الغطاء تاعها كامل بالدوري، اختاركش كاينه موديل ما فيهاش الدوري هكا باش كاين اختلاف في الاسعار. هذه يا مال عزيزه تتلاون حاجه الله يبارك ما شاء الله، من البيبياف الكاليتي تاعها من المليح، حاجه ثقيله وخشينه، حله جديده. هذه صغيره الحجم بسعر 390000، اللي عندنا اكبر عليها واللي هي هذه الانيقه الجميله الرائعه بسعر 430000. وعندنا الحاجه الكبيره تاع العائله، يعني العائله الجميله الانيقه بالطبع، هذيك يا مال عزيزه بسعر 470، جميله رائعه وانيقه كامل بالدوري، هنا تتلاون فيها باطا مكياج يعني لو نقول لكم باطا مكياج فيها جميع الالوان. ها تتلاون كل ما تدوريها تتلاون شويه. ها شوفي يا مال عزيزه ولا اجمل ولا اروع. هذه 470، الاسعار كما يلي، الكبيره 470، الصغيره 130، اما بالنسبه للصغيره خلاص 390. نروحوا للموديل الثاني واللي هو اللي ما فيهش الدوري، تجي زجاجيه فقط. هايلك هكذا باش تشوفوا الفرق، هذه فيها الدوري هذه ما فيهاش. ها
هذا فيها الدوري ولا ما فيهاش. هذه 360,000 هكذا صغيرة الحجم، أما بالنسبة للمتوسطة 400,000 والكبيرة ب 450,000 بالتقريب. الفرق بيناتهم 20,000 ولا 30,000، هذا هو الفرق فقط، يعني ولا أجمل ولا أروع من هذا اللون الجميل الرائع. أمي الغالية، أمي الحبيبة، خالتي مدام، عمتي الأنوقة، الأنيقة مش الأنوقة، عمتي الأنيقة، جدتي الحنونة، زدنا وفرنا لك الموديل هذا، كان جبنا لاكام الأخرى من قبل، هذه ما جبناهاش، عاودنا وفرنا منها. كما راكم تشوفوا صغيرة الحجم، متوسطة، كبيرة، هذه حاجة ثقيلة الله يبارك، ما شاء الله. الأسعار كما يلي: الصغيرة كيما هكا 360,000، المتوسطة 390,000، أما بالنسبة للكبيرة 420,000. زدنا جبنا لك هذا لي زيبيس، هاي ليك يجي بالدوري، سي بور دوري، فيها الاحجام الصغيره، فيها ربعه صغار وثلاثه كبار، السعر تاعها 450. نروحوا نزيدوا نشوفوا اناقه اخرى، كما راكم تشوفوا عالم المرامط والبابط الله يبارك، عالم كبير، هذو مازالوا متوفرين اناقه ولا اجمل، درت لهم فيديو سابق ما عليكم غير ترجعوا الفيديوهات القديمه وتشوفوا جميع الاسعار وجميع الاحجام بصفه عامه، يعني بالتقريب السلعه مازالت متوفره، مرحبا بكم. نديك البلاصة واحدة أخرى، جبنا مول، المول تاع قدور وسعدية، راهو متوفر، وجبنا أحجام جد رائعة وأشكال غريبة وجميلة. نبداو بالصغير ونروح، وين راح الصغير؟ هاوليك الصغير، هذا إذا كان عمي قدور ياكل بزاف ما يساعدوش، أختي سعدية ما عليك غير تدي الكبير هذا ما يساعدوش، 38,000، زيدي شوية وتدي الكبير تاعو 45,000، هاوليك. هكذا اذا ما ساعدوش الكبير وش قال لك باللي ما شبعتش، شوفوا تديو نص نص، ها نص هذا زيدي له شويه من عندك، تسمحي شويه في حقك وتعطي عمي قدور ياكل. شوف عمي قدور اذا ما كفاكش هذا ب 45، عطاوك موديل واحد اخر واللي هو كبير يدير 55، ها كي تخدموها نص نص يعني تساعدك، هذه ما تقوليش ما تشبعنيش، ها الله يبارك ما شاء الله. اذا ما ساعدكش يا عمي قدور هذا ما عليك غير تدي بلا زوج بلاوات كيما هكذا، ولا تدي واحد كيما هذا كبير وتدي الصغير تاعو. اختي سعديه تاكل فيه الصغير وانت تاكل في الكبير، هذا سعر تاعو 55، عندنا الصغير كيما هكا يدير 30، هذا صغير خلاص، الكبير تاعو يدير 48,000، وعندنا موديل واحد اخر ما فيهش الحواشي هذو يدير 38,000، الاسعار كما يلي رتبوها فقط، عندنا هذا الصغير الكبير الصغير يدير 30,000، الكبير تاعو يدير 48,000، هاوليك صغير كبير، وعندنا هذو ثلاث احجام، هاوليك يا ام العزيزه هكذا باش تشوفيهم بيان. عندنا الصغير خلاص كيما هذا يدير 38,000، وعندنا تاع 45,000، وعندنا تاع 55,000، وعندنا الشكل اوفال كيما هكا 38,000. إضافة لهذو كامل مازال عندنا لي موديل الآخرين اللي شفناه في الفيديوهات السابقة، يعني الله يبارك لي موديل ما شاء الله عندنا متنوعين، يعني اللي حب الصغير كاين صغير، اللي حب الكبير عندنا الكبير، كيما هذو بالأغطية عندنا لي موديل، كان يجي دوري، كان يجي سامبل. أمي الحبيبة خالتي العزيزة عندنا ثاني لي موديل الكبار خلاص، اللي حب موديل خلاص يعني متوفر نتاع عائلة كبيرة ما شاء الله، وعندنا حتى اللي خلطوا فيهم مازالوا كاينين. أمي الغالية، أمي الحبيبة، خالتي مدام، جدتي الحنونة، عمتي الأنيقة، وصلنا لنهاية الفيديو. في نهاية الفيديو اليوم حبيت نعطيكم كلام يريح القلب، بالك الكلام هذا اللي راح نوجهه لك يا أمي الغالية راح يريح قلبك قليلا، راح ينحي لك الضغط اللي راه في قلبك، راح ينحي لك شوية زعاف تاع نهار اليوم تاع السياق ومن التنظيف ومن وغداوات وعشاوات. نعطيو كلمات لبعضنا، ممكن هذه الكلمات تساعدنا نطلعوا بها المورال، لك أختي، لك أمي، لك خالتي، لك جدتي، لك أبي، لك أخي، لك عمي الحنون. بالطبع اسمعي مليح واش راح نقول لك: رائعة هي الابتسامة التي تقول للحزن لن تغلبني، والمحاولة التي تقول للفشل لن تتمكن مني، والطموح الذي يقول للإحباط لن تسيطر علي. اسمع هذه باينة يا أم العزيزة، ويزيد يقول لك: فنحن يا أم العزيزة لم نخلق لنيأس، بل خلقنا لنقف على شرفة الحياة ونخوضها مطمئنين واثقين بالله، ربي سبحانه هو اللي يسير فيها بين هذه يا أم العزيزة، وعلى أمل وإن طال وقوفنا فإن الأمل أطول، يعني الأمل هو الطويل خلاص، يعني إنسان يقول لك تفائلوا خيرا تجدوه. أم العزيزة ما تقلقيش من رحمة ربي، رحمة ربي واسعة، خطرك ربي سبحانه، الحاجة اللي راهي مقدرت لك درك سواء كانت فرح أو كانت كيما نقولوا مصيبة حزن، ربي سبحانه مكتبها، لابد يجي النهار اللي راح تسعدي فيه، لابد يجي النهار اللي راح تشفي فيه، لابد يجي النهار اللي راح تفرج عليك هذا الغمة إن شاء الله. نقدم تحياتي لجميع الأمهات بدون ما ننسى أي أم معايا، وزيد نقدم تحياتي لجميع الآباء بدون ما ننسى أي أب معايا، وبدون ما ننسى أي أخت أو خالة أو عمة أو جدة حنونة. نقدم تحياتي
الأم العزيزة ميمي وناس الحروش سكيكدا بالطبع حويتي ضربتي وضربة دختي لبالك. تحية خاصة ناس سكيكدا كامل وجميع لي كليون اللي راهو معايا سواء في صفحة الفيسبوك أو قناة اليوتيوب. نقول لكم تحية لكم. ممكن يجيو نهارات اللي نكون فيها الأخ زكي زعفان قالت لي واحد لي كليون أنت يا في التليفون تبان ناس ملاح هنا تبان قبيع. يا أختي الحبيبة يا أختي الكريمة أنا مانيش شجراني إنسان قادر نزعف قادر نكون مانيش عارف قلقان قادر نطيح في مواقف نكون مضغوط. عذرا كل الاعتذار من كل زبون او زبونه كنت زعفان منه ولا منها. عذرا يا ام الحبيبه عذرا يا اختي عذرا يا خالتي عذرا يا جدتي. نزيد نعتذر من جميع اي ام كنت زعفان وما عملتهاش معامله حسنه. نزيد نقول لك يا ام العزيزه كلام ممكن هذا الكلام انت ثانيتك تديه في حياتك ممكن تطبقيه للاولاد نتاعك. يقول لك التمس لاخيك الف عذر. انا يعني نقولها وزيد نعاودها التمس لاخيك الف عذر. ممكن معك انت مع اخوك مع اي انسان برا ما نعرف قادر يكون انسان مضغوط قادر يكون قلقان قادر يكون انسان عنده مشاكل. ليسونسيال نحن كما يقولوا في خدمه. اي حاجه تحتاجوها مرحبا بكم واي حاجه بغيتوها في يعني بغيتوا تشوفوها بربي ان شاء الله باذن الله هذا الدجور هذو نعاود ننظموا سلعه قد نديروا لايف مع بعضنا ونشيخوا ونحكيوا واي حاجه مرحبا بكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. تحيه خاصه لجدتي فريده وناس الخروب الاخت لجين الصغيره. نزيد نقدم تحياتي خالتي العزيزه حافظه نسيتك بزاف بزاف وراكي طولتي الغيبه علينا سينو نبعث لك كونفوكاسيون. تحيه خاصه لعمي تبون ما نساوش عمي تبون الرئيس تاعنا ربي يخليه لنا ان شاء الله. نزيد نقدم تحياتي وديديكاس لعمي اردوغان ناس الترك افيك الزوجه الكريمه جات شرات علينا راهم كتعفلون البار علينا زوجه تاع عمي اردوغان. نقول تحيه ليك دمتم في رعايه الله وحفظه. وبلا ما نساوى الاخت امال من فرنسا تحيه ليك اخت امال شكرا للكلام اللي عطاك تعطيه لنا في اليوتيوب. دمتم في رعايه الله وحفظه. يعني ولا اروعه نجي دي فوا ما نشتيش نحبس الفيديو بيسك على هو كاين بزاف حوايج نحبكم تشوفوها نحبكم تشوفوا واش كاين عندنا وكاين يعني الله يبارك اشياء جد رائعه وجميله. يعني مش منظمه برك فقط جبنا سلعه جديده انا قاعدين نستاليو فيها بربي ان شاء الله نحاول نوصلكم لو ماكسيموم. السلام عليكم.